الفرعية بالالتزام بكل دقة بما يقول. لا يسمح في داخل أو عند الستار لإبداء الرأي إلا اثنين من الناخبين فقط. وعين حضرتك تطلع على الناخب وهو يدهي بصوته في داخل اللجنة. والآن لا أرى أن أحد يتحرك من داخل الخيمة. أنا عندنا أنزل أنا من الصفوف ولا إيه؟ أو أنت كنت تعرف إنه طالع من حول البلد؟ وسمعتها ولا ما سمعتهاش؟ سمعتها ولا ما سمعتهاش؟ يا ساتر يا رب أي خلاف الأمن وحضر يا فندم. مجرد انك في الميكروفون تقول الكلام ده مش ممكن. انت سعادتك بتسكننا. خلاص مش هقول يا فندم. لا لازم تقول ولا تسكن. يا فندم الانتخابات فيها عوار، ناس داخله من بره الجمعيه العموميه جوه المخر، كل اللي موجود بره الجمعيه العموميه الهتافات دي كلها مش اعضاء. صدق خير ودخلهم ازاي؟ الحل ايه؟ الحل ايه دلوقتي مع الناس؟ الغي الانتخابات، الغي الانتخابات، اوقف اوقف التصويت لغايه ما الناس دي تخرج. ايه بقى انا بسال عن حاجه يا اخي. يا حسين بيه المطلوب من حضرتك في القائمة الموحدة كل من ليس له صفة أو مصلحة في المكان ده يتفضل بره.